أكيد أغلبنا شاف فيلم الفيل الأزرق أو قرأ الرواية، وأكيد عارفين قميص المأمون اللي ظهر في الفيلم. عايز أقول لكم بقى إن القميص ده مش من اختراع الرواية، القميص ده حقيقي وموجود في مصر، لكن اللي ما ذكرهوش الفيلم إن القميص ملعون واللي بيلبسه بيموت. قبل ما نبدأ يا ريت نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأتمنى إنكم تساعدوا في انتشار الحكاية. في منطقة باب الخلق في القاهرة موجود متحف الفن الإسلامي، والمتحف بيضم 100,000 تحفة أثرية متنوعة، لكن في قاعة اسمها قاعة الطب. القاعة دي موجود على حيطة من حيطانها القميص الملعون، واللي وصل للمتحف في الثلاثينات بطريقة غريبة، لأن اللي جابه للمتحف باعه بتمن قليل جدا، وهو عارف إنه أثري ولا يقدر بتمن، لكن الواضح إنه كان عايز يتخلص منه لسبب مجهول. والقميص الغامض بيرجع تاريخه ل 350 سنة فاتت، وهو مصنوع من قماش الكتان الفاخر، طوله 137 سم. وعايز ألفت انتباهك ان طول القميص وعرضه ومقاس خصره ودراعاته بيأكدوا ان القميص اتعمل لشخص عريض المنكبين زي ما بيقولوا، وضخم الجثة وبطنه كبيرة. والقميص منقوش عليه أشكال هندسية زي مستطيلات ومربعات ودوائر، وعليه كتابات وطلاسم ورموز وأرقام وآيات من القرآن، وكل ده مكتوب باللونين الأحمر والأسود. وجنب الرقبة موجود شكل مستطيل متقسم ل 42 مربع، مشغولة كلها بالأرقام المصفوفة من علم الجفر. والجفر ده كتاب مليان طلاسم ورموز وتنبؤات عن الحكام والمستقبل ونهاية العالم. وفي المكان ده أو عند الرقبة بالتحديد في بقع دم كبيرة نازلة من الرقبة وعلى الجوانب. غريبة مش كده؟ طيب القميص ده بتاع مين وايه حكايته؟ وحكاية بقعة الدم دي ايه؟ في البداية عايز اقولك ان اسم صاحب القميص في الفيلم كان غلط، يعني هم قالوا انه قميص الملك المأمون ابن هارون الرشيد، لكن في الحقيقة هو قميص الشاه صفي الدين الثاني، واللي اشتهر في التاريخ باسم سليمان الاول، وده حكم ايران ما بين سنة 1666 و 1694. وبالمناسبة القميص ده في منه 8 نسخ تانية، ونسخة موجودة في أمريكا وتركيا وإيران وألمانيا. كل النسخ بما فيهم القميص اللي في مصر ده محدش عارف يفك طلاسمهم لحد النهاردة. والمفروض إن القمصان المسحورة دي كانت بتتصنع للأمراء والملوك في الدولة الصفوية والعثمانية والمملوكية، حاجة كده شبه الحجاب والتمائم، بيلبسوها تحت هدومهم لأسباب معروفة وأسباب تانية خفية. بالنسبة للأسباب المعروفة فعلشان تحميهم من الشرور والأخطار، زي حمايتهم من الحسد والعين، وحمايتهم في الحروب، أو حمايتهم من الأمراض، أو حتى من المؤامرات والدسائس. ويقال إن السلطان سليمان القانوني كان عنده واحد منهم بيلبسه تحت هدومه في الحروب، وسليمان القانوني كان قائد عظيم، فممكن يكون كان بيلبس قميص من ده كحجاب للحماية. لكن الغريب إن ملك زي سليمان الأول يلبس قميص منهم، وهو اللي قضى عمره في جناح الحريم، ولا عرف حرب ولا شاف معارك. ومن الواضح ان القميص اللي موجود في القاهرة مختلف، وانه فعلا قميص ملعون، لان اللي كان لابسه مات مقتول، وده بيأكد ان الشاه صفي الدين الثاني او سليمان الاول كان منحوس زي ما قالت حكايات التاريخ. وبتقول الحكاية ان السلطان صفي الدين الثاني ابن عباس الصفوي الثاني كان مدمن حاجتين، الخمور والستات، وانه بسبب ادمانه للخمور كانت صحته في النازل ومش ولا بد، وبسبب ادمانه للستات كان سايب ادارة الدولة لغيره، لانه ما كانش بيخرج من جناح الحريم خالص. ده غير انه اشتهر بانه كان منحوس وفاشل، واول سنة من حكمه شافت الدولة فساد كبير وكوارث طبيعية مدمرة، زي المجاعات الامراض، وضيف عليهم غارات وحروب كانت كلها بتنتهي بهزيمة جيشه، لان جيشه كان ضعيف وما فيهوش قادة اصحاب رؤية. ونتيجة للهزائم دي خسر جزيرة قشم وكمان خراسان، ده غير انتشار الأفكار المرتبطة بالسحر والشعوذة في ثقافة شعبه. وعشان كده بعد جاب أشهر دجال في مملكته علشان يشوف له حل في المشاكل اللي بتطلع له كل يوم من تحت الأرض وبتتراكم فوق دماغه. الراجل ما كانش بيعمل حاجة غير إنه بيقعد يسكر في جناح الحريم، تبقى المشاكل دي كانت بتجيله منين؟ المهم الدجال قال له إنه كان لازم هيواجه المشاكل دي، لأن يوم توليه للحكم
الحكم كان يوم مشؤوم ومنحوس فلكيا، وده لان وقتها الاجرام السماوية كانت في حالة تقاطع والكواكب كانت متعامدة. والاخطر من ده كله انه قال له انه هيموت مقتول. الملك اترعب من الخوف وسأل الدجال على الحل، وكان الحل اللي اقترحه الدجال انه ينصب نفسه كملك في تاريخ جديد وغير اسمه كمان، وده اللي عمله صفي الدين ونصب نفسه لحكم الدولة الصفوية من جديد سنة 1667، واتنصب باسم مختلف وهو سليمان الاول. ومشى الدجال بعد ما خد كمية كبيرة من الذهب في جيوبه، لكن المشاكل ما انتهتش ولا النحس راح، وهنا رجع الدجال من تاني، لكن المرة دي كان معاه القميص، وقال لسليمان ان القميص المسحور ده هو اللي هيحل كل مشاكله ومشاكل مملكته، وطلب منه انه يلبسه على طول ما يقلعهوش، وكالعادة ملا جيوبه الاتنين بالذهب ومشى. لكن بتقول نفس الحكاية ان الدجال اياه كان بتلات زمن، فراح باع سر القميص المسحور لواحد من اعداء الشاه سليمان الاول، والشخص ده فك طلاسم القميص وابطل عمل تعويذه، وانه في الوقت ده سمع الحراس اصوات صراخ مخيف وتمتمات بكلام غريب جاية من جناح الشاه، لكنهم لما دخلوا عليه لقوا مرمي على وشه ميت وفي ايده ازازة الخمرة، واعتقد الحراس وقتها انه مات من ادمانه للخمرة او من داء النقرس اللي كان بيشتكي منه، لكن وشه ما كانش بيقول كده، وكان عليه علامات فزع وخوف مغطية على كل ملامحه. ولما مات اتنصب بداله ابنه الكبير حسين، واللي اتلقب بالسلطان حسين، واللي نصبه كانوا اغوات الحريم. ومن التاريخ ده ارتبط القميص بأسطورة مخيفة، وهي ان كل اللي بيلبسه بيموت بطريقة بشعة، لكن في سر ورا بقعة الدم الكبيرة الموجودة حاليا على القميص. وبما ان الشاه سليمان مات من الخمرة او الجنة قتلوه، فيبقى كده الموضوع مش أسطورة، وفي حد تاني مجهول لبس القميص بعد الشاه سليمان واتقتل وهو لابسه، وقد يكون الدبح لان الدم على جوانب الرقبة، والغريب ان اثره لسه موجود على القميص رغم مرور مئات السنين. والسؤال هو مين ومات ازاي؟ والحقيقة ان في رسالة دكتوراه هي الاولى والاخيرة من نوعها، واتعملت على القميص ده كنوع من التمائم المسحورة، وحاول صاحب الرسالة انه يبحث عن الشخص اللي نقل القميص من ايران لمصر، لكنه وصل لرواية بتقول ان القميص راح هدية لواحد من ملوك الدولة العثمانية، وانه تورث من جيل لجيل، لحد ما وصل لشخص اسمه مصطفى بك شمس الدين، ومصطفى ده هو اللي حاول يتخلص من القميص باي شكل وباي ثمن، وعشان كده راح بيه لشخص اسمه ماكس هيرتز. وماكس ده كان كبير مهندسين حفظ الاثار الاسلامية في الثلاثينات، ورغم انه شمس الدين عارف ان القميص اثري ومميز ونادر وغالي جدا، الا انه باعه لماكس هيرتز بخمسة جنيه. وقلة المبلغ بتقول ان مصطفى شمس الدين كان عايز يتخلص من القميص باي طريقة ويمنع شره عن الناس، او انه تعرض لمصايب كتير بسبب القميص فقرر يخلص منه. لكن الغريب ان مصطفى شمس الدين اختفى، واختفت اي معلومات عنه، وما عادش فاضل الا اسمه. فهل كان مصطفى شمس الدين مجبر على انه يتخلص من القميص؟ او ده السؤال اللي ملوش اجابة، واللي هيخلي القميص ده سر غامض محدش يعرفه غير ربنا سبحانه وتعالى. بس كده، يا رب ما كنش طولت عليكم، وكن حكيت لكم الحكاية اللي كانت معايا النهاردة بشكل مبسط وسهل. كان معاكم اخوكم ناصر حكاية. السلام عليكم.